برنامج يا وجه الخير. يا وجه الخير، الإيثار هو التفضيل، أن تفضل الآخرين عن نفسك النفيسة. التقديم والتفضيل وهو عكس الأنانية، وما أبعدك يا صديقي يا عزيزي المشاهد عن الأنانية. الأنانية تجعلك مكروها في الأرض ومكروها في السماء. من أين جئنا بهذا؟ جئنا بهذا بمحبة الناس، كل الناس للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أحبوهم لأخلاقهم ولأنهم عندهم خاصية الإيثار. كانوا عليهم الصلاة والسلام جميعا يفضلون الآخرين عن أنفسهم. تمتع بهذه الصفة وانشر معي عبر مواقع التواصل الاجتماعي فضيلة الإيثار. يا وجه الخير.